اليوم بالصدفة في حملات التوعية حقتنا، الركن اللي جنبنا كان عن أوبر، كان موضوعهم مختلف. اليوم عن أوبر ميليتاري للجنود، أكثرهم صغار السن اللي بيرجعوا بيكونوا غير موظفين. فالفكرة أنهم بيوفروا وظائف للشريحة هذه من المجتمع ومسمينها أوبر ميليتاري. موظفين في ركن أوبر حكوني عن أفكار تانية طبقوها في مدن مختلفة، ويكون مدينة لها تيم مختلف، طبعا في الماركتينج تيم. فهذه هنا واحدة من الأفكار طبقوها في نيويورك. انت عارفين نيويورك على طول زحمة، فهذه أوبر رش، ممكن يطلبوا سياكل instead of the cars. غير أوبر إيتس، أوبر فود، عملوا كمان حركة أوبر كيتنز، ورسلوا الكيتنز هذه لناس مرة مشهورين في السوشيال ميديا. هذول الأشخاص المشهورين نشروا عن تجربتهم، طبعا كتبوا في فيسبوك وتويتر عن أوبر كيتنز. هذا ساعد كتير في تسويق لشركة أوبر. ليش بتكلم عن أوبر؟ صراحة طريقتهم والماركتينج ستراتيجيز والأفكار الجديدة هذه صراحة نحتاجها في كل فيلد، خاصة في الهيلث فيلد. بالصدفة اكتشفت واحدة كاتبة مقالة عن ده الشيء، وكيف لو إحنا أخذنا التكنولوجي نفسها من أوبر وطبقناها في الهيلث فيلد. في كمان معلومتين حابة أشارككم بيها. أوبر ما تفوقت بس في حكاية الكرياتيفيتي والأفكار الجديدة، لا كمان كيف تتعامل مع المشاكل. طبعا سائقي التكاسي في لندن ما عجبهم الوضع، طبعا أوبر خربوا سوقهم. فإيش اللي صار في نفس اليوم؟ يعني أوبر تصرفت بذكاء وأضافت الأوبشن إنك تطلب بلاك كاب من الآب، وزادت نسبة المستخدمين في ذاك اليوم بشكل كبير. في مدينة في كندا ما كان مسموح لأوبر إنه يمشي شغله في المدينة، فإيش عملت أوبر؟ أعطت للناس خيار إنهم يركبوا فور فري ويتبرعوا بمبلغ $5 للجمعيات الخيرية. كده جمعوا آلاف الدولارات، والناس صارت تتقبلهم بعد الحركة اللي عملوها. إذا تعلمتوا شيء جديد أو حابين أشارككم بتجارب جديدة من اللي بشوفه هنا كل يوم، ارسلوا لي.